احنا مركز سلام طلعنا من فريق تطوعي بسنة 2014، وبعدين الميديكال عملت لنا تدريبات وعملوا معنا عقد شراكة وصاروا يقدموا لنا دعم لمدة سنة ونص، وبعد السنة ونص وقف الدعم ونحن بالمركز نقدم أنشطات للأطفال، أنشطة حركية يدوية توعوية أنشطة تخيلية، وبالنسبة بنعمل لهم جلسات توعية، وفي عنا حركة نزوح كبيرة في المنطقة. نحن عم نواجه هلا صعوبات كبيره بالنسبه للواقف الدعم يعني، وما عم نحسي مسكر المركز لان الاطفال تعلموا علينا. رامع عادي احسن. السلام عليكم، احنا هم مركز سلام، هو مركز صديق للطفل، يعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطفل. نشاطات المركز متنوعه، هي عباره عن نشاطات حركيه تواصليه تخيليه، نشاطات فكريه بالاضافه للجانب التعليمي، بياخذ عنا حيز كثير مهم من نشاطات المركز. مده النشاطات اللي بيقدمها يوميا هي عباره عن 6 ساعات، بنستقبل فئه العمريه من 4 ل 14 سنه. بنقوم بتمكين القدرات عند الطفل، تنمية مهاراته، كمان الجانب التعليمي مثل ما حكيت بياخد حيز مهم. نشاطات المركز متنوعة، نحن عنا أسبوعيا حفلة ترفيهية للأطفال، هي عبارة عن حفلة متواضعة. الحفلة الكبيرة بتكون شهرية حسب المناسبة، عيد معلم، عيد أم، يوم الطفل العالمي، بالإضافة لجولات بالمخيمات، بالإضافة كمان لجلسات توعية ممكن تكون بالمدارس، ممكن تكون بمنازل الأهالي. كمان بتحمل مواضيع متعددة بتعنى بالأعمار الكبيرة مثل الزواج المبكر، مثل التسرب المدرسي، الأمراض الشائعة حاليا عم تنتشر بسبب مخلفات الحرب والأوبئة. موجات فرحتنا.